حكم الله سبحانه وتعالى إما أن يكون واجبا على الإنسان ما يثاب فعله ويعاقب تاركه، وإما أن يحكم الله بعدم هذا الفعل، أن لا تفعل هذا الفعل وهو المحظور أو الحرام فيثاب تاركه ولا ويعاقب فاعله، وإما أن يكون مندوبا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وإما أن يكون مكروها فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وإما أن يكون مندوبا إلا إذا دخلت فيه النية، يعني وإما أن يكون مباحا. مباح أن تنام مثلا بعد الظهر، صليت الظهر ونمت، هذا مباح، لكن إذا نويت أن تقوم فتقرأ القرآن دخلت هذه النية في هذا العمل، يعني تريد أن تريح نفسك تنام من أجل قراءة القرآن، أكلت من أجل أن تتقوى على طاعة الله، فيصبح هذا العمل المباح الذي هو الطعام مندوبا، يعني يثاب فاعله الله سبحانه وتعالى يأجرك عليه.